حرب تدوم أجيالا، لا يمكننا أن نفوز بها على الأرض فورا. نحن في أفغانستان منذ حوالي 20 عاما، اقتربنا من الاحتفال بالذكرى 20 الحادي عشر من أيلول سبتمبر، وحتى الآن لم تنتهي الحرب، ونحن لا نتوقع من داعش أن يختفي عما قريب في العراق. الجنرال على حق عندما يتكلم عن بعض العوامل والمتغيرات التي تسمح لهذا التنظيم أن يستمر. كذلك لم نتكلم عن الطائفية، وهي مسألة أيضاً مهمة للغاية، هي التي أدت إلى ظهور داعش كمنظمة، ولكن سمحت باستمرارية هذه المنظمة لسنوات. علينا أيضا بأنه إن لعب الحشد الشعبي دورا في مواجهة داعش، إلا أن تصرفات هذه المجموعة تدفع مجددا أحيانا بالسنة إلى داعش.